وعايز اقول ايه تاني، عايز اقول ايه، مش هتكلم عن حد تاني ولا هتكلم عن عن الموضوع بتاع وائل الابراش ولا هتكلم عن الحاجات دي، لان الموضوع ده بالنسبه لي لا يمثل لي شيء عشان تبقوا فاهمين. لا والله احنا بنكلمك على انك رجل ناجح في صناعه السينما يا حاج احمد. لا علشان احنا بنتهاجم بسبب وبدون سبب. لا لا لا، ما احنا لازم نقول اللي لنا واللي علينا. انا نفسي يطلعوا فيلم مش عاجبهم ليا. انا مش هي تاريخ احمد السك عبد موته بس، يعني ما انا مش لا لا انا قلت ما اعرفش انت من احسن الافلام اللي انا عملتها عبد موته على فكره، من احسن الافلام اللي انا عملتها. ايوه عبد موته ماله يعني، انا مش فاهم يعني. لا يعني احنا مش بنقول ان الاطفال او الشباب بيتعلموا من السينما بس، لا ده موجود في الشارع. يا انا عامل من ظهر الراجل وعامل البلد طيب. كبيره اهو، وعامل الفرح وكبري والليله الكبيره مطلوب في مهرجان دبي على طيب. فكره وواحد صحيح مهرجان دبي واحد صحيح وبورتيه العايمه وعامل افلام كتير جدا بالزبط. ما انا بورتيه العايمه اختاروه قبل كده في مهرجان القاهره، يعني ده ثاني فيلم ليا اختاروه في مهرجان. ما هو احنا طمعانين يا حاج احمد ان احنا عايزين الحاج احمد السبكي يقدم لنا افلام زي اللي كان بيقدمها. وعايز اقول لك على حاجه وحياه فضل. ربنا عايز اقولها لك على الهواء في البرنامج واقولها لك. انا راجل انا سافرت على طول بعد الموضوع بتاع وائل الابراشي، والله العظيم والله العظيم يا دكتور يا دكتور اشرف ان دي رباطيه معموله عليا، وحياه ربنا رباطيه معموله عليا عشان تبقى عارف يعني، وانا عارف الرباطيه معموله من مين وعارف